نعود إلى موضوعنا، ومما يعتمد عليه الملاحدة في إنكارهم لوجود الله سبحانه وتعالى فكرة الدهر. وهؤلاء الذين قالوا أنه لا موجد لهذا الكون ونحن وجدنا أوجدنا الطبيعة أو الدهر، والقرآن الكريم هو الذي سمى هؤلاء الدهريين لقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الإمام الغزالي يصور رأي هؤلاء، وهؤلاء موجودين على مر العصور وكانوا موجودين قبل الإسلام ولا زالوا يعتمدون في إنكارهم لوجود الله سبحانه وتعالى. على هذا الإمام الغزالي يصور رأيهم هذا بقوله: زعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه بلا صانع، ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان، كذلك كان وكذلك يكون أبدا. يعني لسانهم أن كما يقولون نحن وجدنا في هذه الدنيا ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع ونحن بين الاثنين. انظروا كيف رد القرآن الكريم على هؤلاء الدهريين، وننظر إلى هذا الرد البديع المقنع، لأن كما قلنا أن القرآن الكريم مخاطب العقل. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. يعني عندما يقولوا بأن الذي أهلكنا أو الذي أوجدنا وأهلكنا هو الدهر، يجب، هذه مسألة عقدية، والحكم في العقيدة يجب أن يكون حكما يقينيا بنسبة 100%، وهم اتبعوا فيه الظن، والظن هذا لا يغني من الحق شيئا. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هؤلاء الدهريين الذين أنكروا أن يكون هناك يوما آخر يبعث فيه الإنسان أو يحاسب فيه الإنسان، وبالتالي لا يوجد إله أوجد هذا الكون ولا يوجد إله هو الذي سيقوم ببعث وإحياء الناس، هم أرادوا أن ينكروا هذا الكلام من خلال شبهة. قالوا ماذا؟ هؤلاء الذين ينكرون أو يقولون بالدهر، الدهر هو الذي أوجدنا، شبهتهم ماذا؟ ما كان حجتهم، طبعا من وجهة نظرهم هذه حجة، ولكن في الحقيقة هي شبهة، إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هم يقولون إذا كان هناك إلها وإذا كان هناك يوما آخر وهذا الإله سيعيد الناس بعدما ماتوا، فيقولون ماذا؟ ائتوا بآبائنا، يعني ائتوا بآبائنا الذين ماتوا قبل ذلك حتى نقيس على عودتهم إمكان عودتنا نحن مرة ثانية في الآخرة، يعني نحن نريد أن نشاهد عودتهم، وبمشاهدتنا لعودتهم نحن نقول بأنه يمكن أن نعد نحن في الآخرة. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرجو انتباه الحضور الكريم، انظر إلى رد القرآن الكريم. الشيء الذي يكون ممتنعا في وقت لا يدل على امتناعه دائما، والشيء الذي يكون موجودا في وقت لا يدل على أنه لابد أن يستمر وجوده دائما. نحن لم نكن موجودين قبل ذلك، ثم وجدنا عندما أراد الله سبحانه وتعالى وجودنا، فهل معنى عدم وجودنا قبل ذلك أن نستمر على عدم الوجود دائما؟ وهل معنى وجودنا الآن أن نستمر على وجودنا هذا دائما؟ فكون الشيء موجودا في وقت أو ممتنعا في وقت لا يدل على امتناعه دائما ولا يدل على وجوده دائما. وإلا لو كان هذا الكلام صحيحا لكان نحن غير موجودين قبل ذلك، فيجب أن نكون غير موجودين دائما. نحن موجودون الآن فيجب أن نكون موجودون دائما، وهذا كلام ليس صحيحا. انظروا إلى رد القرآن الكريم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله. فبالتالي هذا الكلام لا دليل لهم عليه، وحجتهم ضاحضة وواهية، وشبهتهم واهية في هذا الكلام. إذن ما يعتمد عليه هؤلاء الملاحدة في إنكارهم لوجود الله سبحانه وتعالى ما يسمى بالدهر. قريب من هذا، هؤلاء الملاحدة كما قلنا بأنهم على لسان الدهريين ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع
وبالتالي نحن لا يوجد بعث في الآخرة. فكان لهم شبهة في إنكارهم للبعث. هم أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى لأنهم قالوا باستحالة البعث، لأن الإنسان عندما يفنى ويموت فإنه لا يمكن أن يعود مرة ثانية. لعلنا نعرف أن كان هناك قضية كانت أشد القضايا عدم معرفة عند مشرك العرب، أنهم يجعلون الإله أو يجعلوا الإله إلها واحدة، هل يمكن أن يكون الإله إلها واحدة؟ الأمر الثاني إنكارهم للبعث. يبقى هناك شبه الملاحدة في إنكارهم للبعث أو في قولهم بأنه لا يوجد يوما آخر، وهذا قريب مما قبله مما يسمى بفكرة الدهريين. كما عرفنا بأن هناك أمرين كان من أمور العظيمة عند الملاحدة، قولهم بأن هل يمكن أن تكون الآلهة المتعددة هذه إله واحد؟ الأمر الثاني إنكارهم البعث، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إله خالق لهذا الكون، ولا يمكن أن يكون هناك بعث، أو يمكن أن يكون هناك محاسبة للإنسان. الحق سبحانه وتعالى رد على هذا بكثير من الآيات، فقول سبحانه وتعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، على أن لا يوجد بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما هو أهون أو أصعب، فهذا تقريب لنا نحن. فهذا الإنسان ما بين وجودين وعدمين، العدم الأول قبل ميلاد الإنسان، والوجود الأول وجود الإنسان في الدنيا، والعدم الثاني في الموت، والوجود الثاني في البعث. أي هذه المراحل المتنازعة فيها؟ نعم، العود الثاني. نقول إذا كان العود الثاني أو البعث هذا مستحيلاً لما كان الوجود الأول واقعاً وممكناً، فبما أن الوجود الأول واقع ممكناً فالوجود الثاني أيضاً واقع ممكن، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو أهون عليه. آيات القرآن الكريم في هذا مثلاً، الحق سبحانه وتعالى يذكر هذا الكلام مثلاً في هؤلاء الذين أنكروا البعث. يقول سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا وسيق الخلق قال: من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشاها أول مرة. هذه الآية القرآنية بها أربع أدلة من أبدع الأدلة على إمكان البعث. انظروا جيدا، الدليل الأول أنه تعالى خلق الإنسان أول مرة، والقادر على الخلق هو قادر على الإعادة. وضرب لنا مثلا ونسيخ قال: من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الدليل الثاني، هناك عند العرب يعرفوا بأن هناك نوعان من العشب الأخضر أو نوعان من الشجر، إذا ضرب فرع من العشب الأخضر بفرع آخر فإنه يخرج منه نار، فالقادر على إخراج الضد من الضد قادر على البعث. القادر على إخراج الإنسان بعد من تراب قادر على إعادته مرة ثانية. الأمر الثالث أنه الله سبحانه وتعالى عندما يوجد الأشياء لا يحتاج إلى زمان ولا إلى مكان ولا إلى مادة، وأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيد الإنسان. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بمعنى أن القادر على الأكبر قادر على الأقل من باب أولى. فبالتالي لا شبهة لهؤلاء في أنهم قالوا بأننا وجدنا في هذه الدنيا ولا موجد أو لا من يقوم ببعثنا. الأمر الآخر الذي يعتمد عليه الملاحدة، وهذا اعتمادهم قوي في هذا الأمر، أنهم لم يفهموا حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. يقولون: كيف يوجد هذه الشرور أو هذا الشرور في هذا العالم؟ فبما أن الله سمح بهذه الشرور وهذه الآثام في هذا العالم، ولا يمكن بطبيعة الإله أن يسمح بهذا، فبالتالي أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. في هذا أرجو أن ننتبه إلى رد القرآن الكريم في هذا، كما قلنا أننا نأخذ الجانب العقلي. يقول سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله سبحانه وتعالى لو يريد منا ألا نشرك لما أشركنا، ولو أراد منا عدم تحريمنا لشيء لفعل هذا، ولكن بما أن هناك من أشرك وبما أن هناك من حرم
فلا بد أن يكون الشرك ولا بد أن يكون التحريم هذا واقع من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان واقعا من الله سبحانه وتعالى فكيف يحاسب عليه الإنسان؟ كيف يحاسب الإنسان على هذا الأمر؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هذا الأمر فعله وقال به السابقون وكذبوا حتى نالهم هذا العقاب والعذاب من الله سبحانه وتعالى. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون. أرجو الانتباه، هذا الكلام كما قلنا قبل ذلك هي قضية يجب أن يكون العلم بها يقيني بنسبة 100%، ولكنهم لم يتبعوا فيه العلم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، والظن هذا لا يمكن أن يصل إلى اليقين. يبقى هذا الكلام يجب أن يكون مسألة علمية يقينية، ولكن لهم لم يتبعوا في هذا العلم ولا اليقين. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، هم تبعوا في هذا الخرص، والخرص هذا أعلى درجات الكذب، أعلى درجات الكذب. يبقى هم افتروا وكذبوا على الله سبحانه وتعالى في ادعائهم أن ما يحدث منهم الله سبحانه وتعالى كتبه والله سبحانه وتعالى قدره عليهم. وأرجو أن ننتبه للأمر الحضور الكريم، نعم الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء أزلا، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. وليس معنى علم الله سبحانه وتعالى الأزل لشيء ليس معناه أنه فيه إجبار للعبد على فعل هذا، ولكن معناه أن الله سبحانه وتعالى علم أنني بإرادتي وباختياري سأختار هذا الشيء، لذلك كتبه الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي. الله علم أن العبد سيختار هذا الشيء فكتبه الله سبحانه وتعالى، لأن كما نعلم أن علم صفة كشف، الله يعلم أزلاً بأن هذا العبد بإرادته وباختياره سيختار هذا الشيء، لذلك كتبه الله. ونعطي مثال توضيح لهذا، إذا قلت مثلاً أنا الآن أحرك يدي حركة دائرية هكذا، أو أحرك يدي من اليمين إلى اليسار أو من أعلى إلى أسفل وهكذا، هذه الحركة الآن مني أنا، أليس كذلك؟ بلى، الله علم أزلاً أنني في هذه اللحظة سأحرك يدي حركة دائرية هكذا، لذلك كتبها الله سبحانه وتعالى. فليس معنى علم الله سبحانه وتعالى وليس معنى كتابة الله سبحانه وتعالى للشيء ليس معناه أنه فيه إجبار للعبد على فعل هذا الشيء. وأنا أعطي مثال لهذا الأمر، يعني مثلا مثال تقريبي، لو قلنا مثلا أن هناك مهندسا نظر إلى عقار وقال أن هذا العقار سيسقط مثلا بعد 10 سنوات أو بعد مدة زمنية معينة، وعندما جاءت هذه المدة فإن هذا العقار أو هذا البناء سقط، فالمعنى هذا أنه هو الذي أوحى أو هو الذي جعل هذا العقار يسقط، أم أنه بخبرته وبطبيعة معرفته بتخصصه هو الذي قال هذا الأمر؟ هذا مثال تقريبي، هذا مثال تقريبي فقط، فليس معنى أن الله سبحانه وتعالى علم الشيء أزلاً أن فيه إجبار العبد على هذا. وبالتالي هؤلاء الذين يعتبرون أو يقولون ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى بحجة الإيمان بالقضاء والقدر أو عدم معرفتهم بحقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، فإن هذا الأمر ليس صحيحا. وأرجو أن انتبه إلى أمر، من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل هناك شرا مطلقا في هذا الكون، ولكن قد يكون هناك وجه شر ولكن في حقيقته يحمل في داخله أوجها كثيرة من وجوه الخير. يبقى الشر المطلق هذا الله سبحانه وتعالى فضله وكرمه لا يوجده في كونه، ولكن قد يكون هناك شر أو شيء في ظاهر شر ولكنه في حقيقته يحمل خيرا كثيرا جدا. وأنا أعطي مثال لهذا حتى أتضح هذا الكلام، ولعل هذا المثال يكون راحة لنا في مسائل أو في موضوعات كثيرة جدا. لعل حضراتكم تعرفوا هذا هذه القصة وهذا المثال. يقال أنه كان هناك رجل ملك، هذا الملك كان له وزير، وكان من عادة هذا الوزير إذا حدث أي شيء كان يقول عله خير. ففي يوم قطع أصبع الملك فزاره الوزير، وعندما وجد أن أصبعه مقطوعا قال عله خير. فالملك حزن لهذا وقال أي خير في قطع أصبعي، فما كان منه إلا أن قام بحبسه. وكان من عادة هذا الملك أنه يتجول في عطلاته
للتنزه وهكذا. فمر ففي مرة وهو يتنزه خرج عليه مجموعة ممن يعبدون غير الله سبحانه وتعالى فأخذوه حتى يقدموا قربانا لآلاتهم. وعندما نظروا إليه فوجدوا أن أصبعه مقطوعا فقالوا ما ينبغي أن نقدم لآلهتنا قربانا ناقصا فتركوه. فعلم الحكمة في قطع أصبعه أنه كان سببا لنجاته. فعندما عاد نعم أخرج وزيره من الحبس فقال علمت الآن الحكمة في قطع أصبعي ومعنى عله خير، فإن قطع أصبعه كان سببا لنجاته، ولكن أي خير لك وأنت قد حبست؟ فقال فيه خير كثير، لأنني لو لم أحبس لخرجت معك، ولو خرجت معك لقدمت أنا قربانا لآلاتهم. يبقى نعلم دائما أن اختيار الله سبحانه وتعالى الأفضل للعبد، وأنه إن كان هناك شيء في ظاهره جانب من جوانب الشر، ولكنه في حقيقته في خير كثير. الأمطار، العواصف، الزلازل، البراكين، قد يبدو في ظاهرها في شيء من الشر، ولكن في حقيقته في خير كثير. يتجدد شباب الأرض مرة ثانية، يكون هناك عظة يعيد الإنسان إلى قربه من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأطفال الذين أصيبوا بأمراض، أو الإنسان الذي أصيب بمرض، هذه نجد أن فيه حكم عظيمة جدا، قد يكون فيه تكفير، قد يكون فيه النظر للاستفادة والبحث والتقصي ومحاولة إيجاد علاجات أو أدوية لهذه الأشياء، وهذه كلها تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى وتكون سببا في حسن مجازاته عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى والملاحدة في إنكارهم مسألة القضاء والقدر في الحقيقة، هم لم يعرفوا أو لم يتفهموا حسن موضوع القضاء والقدر. هناك أسباب لعلنا أشرنا إليها، أسباب لوجود الإلحاد في العالم الغربي. هناك مثلا أسباب معرفية، الاكتشافات العلمية هذه، وقالوا نحن ملكنا الكون، نحن ملكنا الأرض، نحن عرفنا الكثير من الأسباب وعرفنا الكثير من الاكتشافات، وأن السبب وراء كذا هو كذا، فبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أرجو الانتباه أن العلم يكشف الظاهرة كما هي، ولكنه لا يبحث من السبب وراء هذه الظاهرة، من الذي أوجد هذا، من الذي أوجد أو من الذي جعل هناك تفاعلا حتى يحدث هذا الشيء، كما تحدثنا هذا في نقطة قبل ذلك في موضوع نظرية التطور أو نظرية داروين. هناك شبهات لهم في هذا، أنه لم يعد هناك أدلة على الوجود، مشكلة الشر التي تحدثنا عنها، وكما قلنا أنه لا يوجد شر في شر كامل في هذا العالم، قولهم بامتناع تصور فكرة الإله. طب هذا التصور هذا لا يكون إلا لكل ما هو جسم ولكل ما هو مادي وكل ما هو ملموس، وإن الله سبحانه وتعالى بما أنه ليس جسما فلا يمكن أن يحكم عليه بهذا. هناك أسباب أخرى، أسباب اجتماعية، اقتصادية، أسباب نفسية، كل هذه الأشياء جعلت هؤلاء الناس تغذي عندهم فكرة أن هذا الكون وجد هكذا بلا موجد، ولكن في الحقيقة هي شبهات وهي في هذا الأمر. ظهور الإلحاد في العالم العربي كان أيضا هناك أسباب معرفية، أسباب حضارية، أسباب نفسية، كل هذه الأشياء كان اعتماد بعض من هو موجود في محيط العرب والمحيط الإسلامي تأثرا بما هو موجود عند الغرب. أظن كما تعلمون حضراتكم بأن هناك الكثير من هو في المجتمع العربي والإسلامي كان هناك يحس بأن هناك نظرة دون المستوى بالنسبة للغرب، فهذا جعلهم يقولون بهذا الكلام. هناك خطورة كبيرة جدا على الإلحاد على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع، فإن الأسرة والفرد السوي والمجتمع لا يمكن أن يكون هناك عيشة سوية، مع لأن كما قلنا قبل ذلك أن فكرة الإلحاد هذه تصادم الطبيعة البشرية وتصادم الكون كله. القول بالإلحاد يتصادم مع مقاصد الشريعة الخمس، مقصد حفظ الدين، ولا شك أن الإلحاد ينكر تماما ما يتعلق بالدين، حفظ النفس. هناك الكثير
من الملاحدة قد يؤدي بهم عند معرفتهم بحقيقة الدين إلى إزهاق أرواحهم. ولعلنا نعرف أن هناك بعض الدول، هذه الدول بمقياس الحضارة ومقياس دخل الفرد أعلى دخل الفرد في العالم، ورغم من ذلك نجد أن فيه أعلى نسبة انتحار. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا عندهم الهدوء النفسي، الراحة النفسية إذا وقعوا في مشكلة، ولا يوجد عندهم راحة نفسية، لا يوجد عندهم الدين الذي يركنون إليه، فإنهم يعملوا على أن يتخلصوا وعلى أن يقضوا على حياتهم. من مقاصد الشريعة أيضا حفظ النسل، وهذا الكلام يتنافى تماما مع القول بالإلحاد، حفظ العقل أيضا وحفظ المال وحفظ الوطن، كل هذه الأشياء تتنافى مع القول بالإلحاد. لا شك أن هناك خطورة كبيرة جدا للإلحاد على الأسرة وعلى المجتمع، وهذا الأمر نلاحظه كثيرا جدا عند هؤلاء المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى، فإننا لا نجد هناك استقرار في الأسرة ولا استقرار في المجتمع، لأنه لا يوجد عندهم الهدوء أو السلام النفسي الذي يمكن أن يركنون إليه. أظن كما تعلمون حضراتكم بأن من أكبر الأسباب في تغذية هذا وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الوسائل هناك أشبه ما يكون بعالم مفتوح، يدخل الإنسان ويقرأ ما يشاء ويتواصل مع من يشاء، وهذا يؤدي إلى نشر هذه الأفكار غير الصحيحة والأفكار الهدامة. هناك بعض الروايات المنحرفة التي تغذي فكرة الإلحاد، هناك عواقب وخيمة جدا على الفكر الإلحادي، تعود أيضا على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع. هناك الصراع النفسي كما عرفنا بأنه لا يمكن أن يتفق الهدوء النفسي مع القول بالإلحاد. هناك لا مبالاة وحكم بأي شيء، وهناك بؤس من الأمور التي تجعل الملاحدة لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. مما يتعلق بهذا أيضا أنهم هناك إباحة وهناك شذوذ، يفعلوا ما يشاء في هذا. هذا أيضا يؤدي إلى التفكك الأسري أو التفكك الأسري من العوامل التي تغذي الإلحاد. هناك ما نعرفه وهذا كثير جدا عند الملاحدة، ما يسمى بالشذوذ أو ما يسمى بالمثلية، انتشار الجريمة، وهذه أكبر وأعلى معدل لها عند هؤلاء الملاحدة، عند هؤلاء المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى. أما إذا أردنا سبل مواجهة الملاحدة أو الإلحاد، فيجب المحافظة على مقاصد الشريعة، المقاصد الست التي تحدثنا عنها، فإنها هي حائط الدفاع أو حائط الصد الأول ضد هذه الأفكار الضالة والمنحرفة. لا شك أن تنشئة الأسرة، تنشئة الأفراد، تنشئة سليمة، تنشئة سوية، تكون هي العاصم من مخاطر الإلحاد ومن آراء ومن أفكار الملاحدة. هناك الدروس الدينية، هناك خطب الجمعة، هناك الأشياء التي تغذي وتعيد الروح مرة ثانية إلى الإنسان. الأسرة لها دور كبير جدا في الرد على هذا، ويجب أن يكون الأسرة متفهمة وتعرف طبيعة الأبناء، وإذا ظهر على أبنائها أي شيء فإنها تعمل على علاج هذا، ونعتبر أن هذا هو مريض، نعامله على أنه مريض ويذهب به إلى المتخصص العارف بكيفية الرد على هذه الشبهات. ولا يوجد عندنا في الإسلام في الحقيقة أي شيء يمكن أن نخاف منه أو نحذره. إذا كان هناك هذا ينتج عن ضعف معرفي، فيجب تغذية هذا بالاستزادة من القراءة والتعلم وحضور مجالس العلم عند المتخصصين في هذا، فلا شك أن هذا يؤدي إلى معالجة هذا الضعف. دور التربية والتعليم في هذا، وتنشئة الطفل وتنشئة الشباب تنشئة سوية، لا شك أن هذا يعالج الكثير من هذه المشكلات. هناك بعض الآليات في توجيه هذا، هناك تجديد الخطاب الديني، هذا أمر هام جدا في كيفية الرد على هذه المشكلات. الرجوع إلى العلماء، معرفة النص أو معرفة حقيقة النص من العلماء المتخصصين في هذا.
طبعا هناك أشياء في هذا الأمر، معرفة مقاصد الشريعة هذه هي ضمانة حقيقية في هذا. دور الأسرة، تفعيل دور الأسرة في مواجهة هذه الأفكار الهدامة، وقاية الفرد نفسه من الوقوع في الحال، وهذا يكون بتغذيته في القراءة الجادة والذهاب إلى العلماء المتخصصين في هذا، وبالتالي نقي المجتمع من شرور أو من مخاطر الإلحاد. الحضور الكريم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.